بكم في صالونات الثقافية الأسبوعي رقم 465. الحقيقة مسألة التدوين أي نص بيحطها عدد من الأسئلة، خصوصا ما يتعلق بالنصوص المقدسة، يعني بتبقى مسألة التدوين الحقيقة مثار حولها أسئلة كثيرة. وفيما يتعلق بالدين الإسلامي فيعني هنجد أن الدين الإسلامي الحقيقة بيتفرع إلى فرق كثيرة، ولكن يعني الفرقتين أو الطائفتين الكبريين هما الفرقة السنية والفرقة الشيعية. ولو بدأنا الحديث عن الفرقة السنية، أو حتى قبل ما نبدأ نتكلم عن الفرقة السنية، فإحنا ممكن نتكلم على النص القرآني، لأن النص القرآني ربما يكون هو النص اللي لم يختلف عليه من كل الفرق، من كل الفرق الإسلامية. ودي مسألة يعني ممكن يثار حولها أسئلة، ممكن يعني نتحدث عنها في مرة لاحقة. ولكن إذا انتقلنا بقى من النص القرآني للنص السني أو المدونة النبوية، فهنلاقي أن المدونة النبوية الحقيقة فيما يتعلق بالمدونة السنية كانت متضخمة جدا، وتضخم شروحاتها وتفاسيرها بشكل يعني كبير جدا. وده بياخدنا لسؤال: كيف دونت هذه المدونة؟ هل هي بدأت مع عصر النبوة كما تقول بعض الروايات، ولا هي دونت من بداية القرن الثاني الهجري، اللي هو يعني ممكن نقول من نهايات الدولة الأموية وبدايات الدولة العباسية؟ الحاجة الثانية أنه إحنا عندنا معطى مهم جدا فيما يتعلق بمسألة التدوين، وهو أن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعطوا مزيد أهمية لفكرة الكتابة أساسا، يعني لا الكتابة وبالضرورة التدوين، والتدوين ده أحد تجليات أو أحد منتجات فكرة الكتابة، فهم لم يكونوا يعطوا أهمية كبيرة لده. ولم تكن كل النصوص يعني ما تسمى الجاهلية، بما أنها يعني قبل الإسلام حسب التسمية التقليدية يعني تمام، لم تكن كل النصوص دي نصوصا مدونة، بل على العكس يمكن الغالبية منها تم تناقلها شفهيا. وعند مسألة أنه تم تناقل هذه الأمور شفهيا، محتاجين أن احنا نتوقف عند مسألة فلسفية شوية. هو هل النقل الشفهي يعني مشابه للنقل الكتابي؟ حال المسألة ليست متشابهة، مسألة أنه يكون في نصوص معينة بيتم نقلها شفهية من شخص لشخص آخر أو من عدة أشخاص لعدة أشخاص آخرين، مختلفة كثيرا عن الأدوات اللي بيتم بيها نقل هذه النصوص كتابيا، لأنه المشافهة مرتبطة باستمرار بفكرة لغة الجسد، مرتبطة بالصوت، مرتبطة بالكلام والصمت. يعني أنت لما بتكون بتنقل نص شفاهي، أنت سكوتك أثناء الكلام ده في حد ذاته بيكون له معنى، له معنى في عملية الحديث نفسها تمام. فالكلام ده بيكون مختلف أكيد عن لو أنت نفس هذا النص اللي أنت بتتحدث وتتوقف فيه بتكتبه باسترسال، يبقى المسألة مختلفة، وبالتالي دي دلالة على أنه المسألة مختلفة. يقال أن الحديث بدأ شفاهيا وانتهى مكتوبا، ده أحد الأقوال. أيضا في روايات كثيرة بتتحدث عن فكرة أن الرسول أمر بعض صحابته بتدوين نصوص عنه، وفي روايات أخرى بتقول لا، أنه لم يأمر أحدا بتدوين أي نصوص ولكنه لم ينهاه. والمسألة دي حتى في داخلها آراء كثيرة، يعني لدرجة مثلا أنه أحمد أمين قال أنه هو مش بس لم يأمرهم، ده هو كان يعني لم يكن راغبا في التدوين، بل كان راغبا عن التدوين. أحمد أمين قال كده، أنه كان هناك رغبة من الرسول عن فكرة تدوين النصوص المنقول عنه هو. أنا مش بتكلم عن النص القرآني، أنا بتكلم عن النص النبوي أو السنة النبوية تمام. الكلام ده قاله أحمد أمين فيما يتعلق بالرسول، وفيما يتعلق كمان بالصحابة الأوائل، قال إن هما كمان كان عندهم رغبة عن فكرة التدوين. وده بيطرح تساؤل، طب هما ليه كان عندهم هذه الرغبة؟ حسب ما يقول أحمد أمين أنه هم كانوا يخشوا من فكرة نشوء مدونة موازية للمدونة القرآنية، ده حسب رأي أحمد أمين. كل الكلام ده الحقيقة يمكن يكون مرتبط إلى حد بعيد بالمدونة السنية، ولكن لو انتقلنا بقى على الضفة الأخرى، لأن هو ده موضوع حديثنا النهاردة، إلى المدونة الشيعية، فهنلاقي المدونة الشيعية بدأت حسب معظم الأقوال في التدوين من القرن الرابع الهجري. وده سؤال، يعني هو حتى لو افترضنا أنه هذا الأمر صحيح، فلماذا بدأت في هذا التوقيت بالتحديد، على الرغم من أنه
الشيعة كفرقة بعيدا عن يعني تجمعهم كفرقة بمسمى الشيعة تمام نشأوا من بدري. الشيعة أصلا هم في الأساس هم مناصري علي بن أبي طالب، وبالتالي هم أصلا نشأوا كفرقة أو كمؤيدين لعلي بن أبي طالب أو كشيعة لعلي بن أبي طالب من بدري جدا، يمكن من وقت النزاع ما بين عثمان وعلي على الخلافة، سوري معاوية وعلي على الخلافة، ويمكن حتى من قبل كده وقت ما كان حتى في نوع من التمرد على خلافة عثمان بن عفان. وبالتالي سؤال، لماذا بدأ تدوين الحديث عن الشيعة بداية من القرن الرابع الهجري على وجه التحديد؟ كيف حدث هذا التدوين؟ من الذي قام على هذه العملية؟ هل عملية التدوين دي تمت بشكل مؤسسي وكان يشرف عليها مؤسسات معينة بتدعم وبتنفق على هذه العملية؟ أيضا بما أننا نتحدث عن المدونتين الشيعية والسنية، هل اختلف الحديث بقى عند الشيعة عن الحديث عند السنة؟ وكما هو معروف هناك أحاديث مشتركة كثيرة، ولكن لماذا يوافق الشيعة على بعض الأحاديث ويرفضون غيرها؟ كل هذه الأسئلة بنثرها في هذه المحاضرة وعلى طاولة اليوم تحت عنوان التدوين عند الشيعة الإمامية. وبنستضيف في هذه المحاضرة الكاتب والباحث في التاريخ والعلوم السياسية الأستاذ ممدوح مكرم، أدعوكم بالترحيب. في البداية يعني أرحب بكم وأشكر كل الحضور الذين تجشموا على المجيء إلى هنا، وأشكر صديقي العزيز هادي المهدي على يعني هذه المقدمة التي هي بمثابة فرشة لموضوع تدوين الحديث عند الشيعة الإمامية. أولا، لماذا الشيعة الإمامية تحديدا؟ هو كان معروف طبعا أن الشيعة فرق كثيرة، طبعا هناك الزيدية هم يشكلون يعني القطاع العريض في اليمن، وهناك الإسماعيلية، إسماعيلية يعني ينتشرون في مناطق أكثر في الهند وبعض مناطق من أفغانستان وبعض مناطق من اليمن والجزيرة العربية وشرق أفريقيا، وهناك الاثني عشرية الذين يشكلون الغالبية الساحقة في كل من إيران وجنوب لبنان تحديدا وبعض المناطق الشرقية أو المناطق الشرقية من شبه الجزيرة العربية في الإحساء وهذه المناطق. طبعا كل فرقة من الفرق الشيعية لها أدبياتها أيضا ولها مرجعيتها، لكن أردت التركيز هنا في هذه المرة عن الاثنى عشرية باعتبار أن الاثنى عشرية يمثلون الغالبية العظمى أو يمثلون القطاع العريض للطائفة الشيعية التي تمثل هي بدورها العماد الثاني من أعمدة الفرق والطوائف التي ظهرت في الإسلام. ولكن قبل أن أدرس إلى الموضوع فقط أنوه أو يعني في شكل مكثف، أريد أن أتحدث عن المنهجية التي يجب أن نتعامل بها مع مثل هذه القضايا، لأن المنهجية مهمة جدا في فهمنا لتبلور هذه الأفكار وتبلور أيضا المعطيات التي انبثقت منها هذه الأفكار. أقصد بالمنهجية هنا الطريقة التي يتبعها الباحث أو المحاضر في تعاطيه مع الموضوع. أنا في منهجيتي لابد أن أربط عدة جوانب بعضها ببعض لأنها يعني أراها ككل واحد يخدم بعضها بعض، البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد السياسي، يعني هذا يعني إذا شئنا أن نسميه يعني الثالوث المقدس في المنهج. ثم بعد ذلك يأتي البعد الثقافي باعتبار أن الحديث والعلوم النظرية الأخرى سواء في التفسير أو علم الكلام أو الفلسفة أو التصوف هي في النهاية نتاج لهذه الأبعاد الثلاثة أو لهذه المستويات الثلاثة، وسنجد ذلك أثناء المحاضرة في الحديث تحديدا. كان أكثر فروع الإسلاميات تأثرا بالأبعاد السياسية والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي ألمت بالعالم الإسلامي منذ نشأة المجتمع الإسلامي الأول وحتى اتساع الدولة الإسلامية الكبرى التي امتدت من تخوم الصين إلى الأندلس شرقا وغربا ومن آسيا الصغرى إلى ما وراء الصحراء الكبرى شمالا وجنوبا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجب أيضا أن أنوه أن هناك عدة محطات أساسية يجب أن نفهمها كيف نتعامل مع قصة تدوين الحديث عند الشيعة وقصة
الشيعة عموما. لأن للأسف الشديد أن هناك آراء خاطئة يعتنقها كثير من الناس، وحتى للأسف بعض المثقفين أن خلفيتهم عن التشيع وعن الشيعة خلفية مكونة من ضخ إعلامي منحاز لطائفة على حساب طائفة أخرى، وبالتالي تم شيطنة الشيعة بشكل كامل بسبب الصراعات السياسية التي تعلمونها في المنطقة، تحديدا بين القطبين الكبيرين المملكة السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. طيب الشيعة في نشأته هناك يعني نفرق في النشأة بين البذور، بذور التشيع، وتبلور التشيع كمذهب وكطائفة أصبح له أدبيات. في البذور تعود البذور الأولى حسب ما هو شبه متفق عليه بين الباحثين الأجلاء، تعود إلى حادثة السقيفة في العام 11 الهجري، العام الذي توفي فيه النبي محمد. طبعا يعني باختصار شديد كلنا عارفين اللي حصل في السقيفة، إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة قبل أن يقبر الرسول، واختاروا سعد بن عبادة، أو قرروا اختيار سعد بن عبادة سيد الخزرج ليكون خليفة، ثم أتى المهاجرين بقيادة أبي بكر وعمر وتداركوا الأمر، وتم انتخاب أبي بكر أو تم اختيار أبي بكر خليفة للمسلمين كخليفة أول للمسلمين. وحدث في السقيفة طبعا يعني كلام كثير فصله العلماء القدامى والمحدثين، يعني على سبيل المثال الناس تعود إلى الطبقات الكبرى لابن سعد، تعود إلى تاريخ الطبري في أحداث العام 11 الهجري، تعود إلى الكامل في التاريخ لابن الأثير في أحداث هذا العام، وتعود أيضا لابن كثير في البداية والنهاية، وهذه المصادر السنية التي يتم الاعتماد عليها في تراثنا العربي الإسلامي. أثناء الثقيفة هناك مجموعة قليلة من الصحابة، هم أقلية تمام، هم رأوا أن علي بن أبي طالب هو الأحق بالخلافة، يكملهم عمر بن ياسر وعبد الله بن مسعود فيما أذكر وجابر بن عبد الله، وأيضا قطاع كبير من بني هاشم البطن الذي ينتمي إليه علي بن أبي طالب. وطبعا كلنا عارفين أن الإمام علي رفض بيعة أبي بكر، طبعا لسبب يسرده المؤرخون أن كان هناك مجافاة حدثت بين أبو بكر الخليفة الأول والسيدة فاطمة الزهراء زوجة الإمام علي وهي بنت النبي، بسبب طبعا سهم فدك. ويقال يعني حسب الروايات وليس رأي الشخصي، حسب الروايات أن السيدة فاطمة ماتت وهي غاضبة من أبي بكر، وبالتالي يفسر المؤرخون أن السبب في أن عدم أو تلكم علي في المبايعة كان بسبب الموقف الغير جيد ما بين أبو بكر والسيدة الزهراء. طبعا هذه يعني هنا دي بقى البذور، اللي عرفنا ان في مجموعة او كتلة من الصحابة تبدو قليلة تحلقت حول علي بن ابي طالب واعتبرته ان هو الاولى بالخلافة وان هو المفروض يتولى الخلافة. هذه المحطة، هذه المحطة بتستمر معانا لحد احداث الفتنة الكبرى اللي قتل فيها الخليفة الثالث عثمان بن عفان في احداث العام 35 هجرية، واللي انتهت طبعا بان المسلمين بعد مقتل عثمان طبعا بايعوا الامام علي بن ابي طالب وتولى الخلافه باعتباره الخليفه الرابع في الفتره من 35 هجريه ل 40 هجريه. طبعا فتره الامام علي كانت فتره مليئه بالقلاقل والحروب الاهليه، طبعا خاض في خلافته القصيره التي استمرت قرابه الخمس سنوات خاض ثلاثه حروب متواليه، حرب الجمل 36 هجرية، صفين 37 هجرية، وبعد كده الخوارج 38 هجرية بعد فشل قصة التحكيم اللي أغلبكم أو كلكم قد يكون يعني يعرفها أو سمع بها. تنتهي هذه المحطة بقتل الإمام علي في رمضان 40 هجرية على يد أحد الخوارج عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. المحطة الثانية هتبدأ مع الإمام الحسين بن علي في 61 هجرية تحديدا في شهر المحرم تمام، وهو السنة التي تولى فيها يزيد بن معاوية الحكم خلفا لأبيه معاوية بن أبي سفيان. طبعا كلنا عارفين أن معاوية بن أبي سفيان يعني حول بتعبير القدماء يعني قد حول الخلافة إلى ملك عضوض. في الأول الخلافة كانت فيها يعني إلى حد ما فيها شيء من الشورى وما إلى ذلك، لكن معاوية
أدخل نظام ولاية العهد، ويمكن نظام ولاية العهد يعني لم يكن مستساغا كثيرا لدى العرب يعني لاعتبارات ثقافية ولاعتبارات جغرافية إلى آخره لا أستفيد فيها. مهم أن هذه المحطة المهمة بعد مقتل الحسين في العاشر من محرم عام 61 هجرية في كربلاء تبدأ الفرقة تتبلور أكثر، يصبح هناك شعور جارف لدى القطاعات من جمهور المسلمين الشيعة بمدى المظلومية التي تعرض لها آل البيت، خاصة في العصر الأموي، لأن كان من ضمن الأشياء أو من ضمن القرارات التي أصدرها معاوية بن أبي سفيان هو سب ولعن علي على المنابر، وهذا الكلام أيضا مذكور في الطبقات الكبرى ومذكور في الطبري ومذكور في ابن كثير ومذكور في ابن الأثير ومذكور في المسعود، سب علي على المنابر. ده عمل فجوة في هذا المجتمع الإسلامي، ومن ثم طبعا بدأت تظهر حركات لها طابع متشيع بعد استشهاد الحسين أو بعد مقتل الحسين في كربلاء، زي حركة التوابين ثم حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي، وظهرت أيضا في فرق يعني سميت أو تقول عليها الفرق الغالية لأنها غالت في حب علي لدرجة يعني أن جعلت في علي مثلا شيئا إلهيا أو يعني أو وحدت بينه وبين الجانب الألوهي في هذا المضمار، مثلا مثل الناموسية والغربية وغيرها من الفرق. هذه الفرق يعني هي حاليا ليس لها وجود، يعني فرق اندثرت أصبحت بس مجرد تاريخ في كتب الفرق والعقائد. طبعا بعد كده بنخش على المحطة الثالثة، وهي آسف قبل ما أدخل على المحطة الثالثة، إن المحطة الكربلائية اللي هي تمتد من كربلاء إلى القرن الرابع الهجري أيضا شهدت ظهور حاجتين أو مهمين جدا، إمامين مهمين، الإمام محمد الباقر اللي هو حفيد الإمام الحسين، محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين، ثم ابنه الإمام جعفر الصادق. جعفر الصادق تحديدا هو يعني محمد الباقر أبوه وجعفر الصادق الابن هم تحديدا اللي بلوروا المذهب الشيعي، وبالتالي من هنا سيظهر فقه اللي هو فقه الجعفري أو الفقه الإمامي. في مقابل الفترة اللي عاش فيها الإمام جعفر الصادق اللي هي القرن الثاني الهجري ردح من العصر الأموي وبعد العصر العباسي، طبعا هنلاقي في الضفة الأخرى طبعا كان ظهر أئمة السنة طبعا على رأسهم أبو حنيفة ومالك والشافعي بالترتيب، وأحمد بن حنبل طبعا جاء متأخرا، ويقال إن أبو حنيفة يعني تتلمذ أبو حنيفة ومالك تحديدا تتلمذوا أو أخذوا قسطا من العلم أو بعضا من العلم على يد الإمام جعفر الصادق. وجعفر الصادق له كتابات وصلت إلينا بشكل الرواية كما سنعرف أثناء المحاضرة، ومن هنا أصبح هذا الـ يعني أصبح في إطار تنظيري أو إطار فقهي لهذه الطائفة أو لهذه الفرقة. المحطة اللي بعد كده اللي هي المحطة الثالثة اللي هي محطة القرن الرابع الهجري. أحد المستشرقين مش متذكر في الهاوزن ولا مين من المستشرقين اللي اهتموا بهذا الموضوع وكتبوا فيه، كان أطلق على القرن الثالث الهجري هو قرن التشيع بامتياز. لماذا؟ لأنه شهد عدة تغيرات على كل المستويات. في هذا القرن كان نشط الدعاء الإسماعيليين طبعا بدأ من جماعة إخوان الصفا، بعد كده مشتقات المذهب الإسماعيلي القرامطة والفاطميين، ونجحوا في أنهم يقيموا دول يعني الدولة الفاطمية في الدولة القرمطية أو دولة القرمطة في إيران وشرق الجزيرة العربية، وبعدين في نفس التوقيت ده طبعا قامت الدولة الفاطمية في المهدية في تونس، ثم بعد ذلك عندما فتحت مصر 358 هجرية طبعا وبنوا القاهرة اتخذوا من مصر القاهرة تحديدا عاصمتهم والجامع الأصغر باعتبار أنه هو المنارة التي سيتم من خلالها بث المذهب الشيعي الإسماعيلي. ذات الإطار شهدت بلاد فارس والعراق قيام الأسرة البويهية أو الدولة البويهية، وهي دولة شيعية زيدية ليست اثني عشرية، لأن كثير من الناس يظن أن البويهيين زيديون هم اثني عشريون هم زيديون.
وبالتالي في العصر البويهي تحديدا سنشهد كما سنتحدث تفصيلا ايضا ظهور المدونات الشيعية. يعني هنلاقي طبعا في العصر ده هنلاقي ابن بوبويه القمي، هنلاقي الطوسي يمكن يعني متأخر شوية في العصر البويهي، وهنلاقي آخرين اللي هي والكوليني اللي هم اللي بنسميهم في الأدبيات الشيعية بالمصادر الأربعة أو أصول الأربعة، وبرضه هنعرفها أثناء المحاضرة. لكن في أيضا عشان برضه ما ننساش الجزئية دي، في نفس التوقيت كان في الإمارة الحمدانية اللي هي في شمال العراق وسوريا، اللي هي المنطقة المعقدة حاليا اللي فيها الدعك بتاع الأكراد وشرق الفرات وغرب الفرات والقصة اللي احنا عارفينها من خلال أزمة السورية. أيضا إمارة بني حمدان طبعا الأنجلت طبعا الشعر المشهور اللي كلنا عارفينه، غنت له أم كلثوم أراك عصية دمع أبو فراس الحمداني، أيضا هي كانت إمارة شيعية عربية وغيرها طبعا من الإمارات. لدرجة كمان من ضمن يعني مفارقات في الفترة دي إن بغداد نفسها في القرن الرابع الهجري في القرن الخامس الهجري تحديدا حصلت فيها ثورة كبيرة في العراق، ثورة شيعية كبيرة بقيادة أرسلان البساسيري. أرسلان البساسيري قدر إن هو يدعو للخليفة الفاطمي المستنصر بالله اللي حصلت في عصره المجاعة أو 7 سنين الجد في مصر، قدر إن هو يدعو على منابر بغداد للخليفة المستنصر، يعني بالتالي كده الدولة العباسية في القرن الخامس الهجري أو في جزء من القرن الخامس الهجري يعني أصبحت في مهب الريح. هذه الفترة هنا ازدهر زي ما هنشوف بعد شوية ازدهر الكتابات الشيعية، سنجد الكتابات الشيعية. لكن بدءا من القرن الثامن والتاسع بيحصل فترة تراجع شديد جدا بسبب الاضطهاد الذي عانى منه الشيعة سواء من قبل السلطة السلجوقية فالسلطة الأيوبية فالسلطة المملوكية. فمن هنا أجد أن هذه الفترة هي فترة غموض بالنسبة إيه للشيعة في هذه الحقبة، وإن كانت لم تخلو من بعض الإنتاج على مستوى الأدبيات الفقهية والحديثية والرجالية حتى في هذا الوقت. لكن بنعود في المحطة اللي بعد كده اللي هي المحطة الرابعة وهي محطة العصر الصفوي، وتعتبر برضو محطة ازدهار. الصفويين طبعا كانوا ظهروا كجماعة صوفية في القرن العاشر الهجري، جماعة صوفية تركية بالمناسبة وليست فارسية، وبيعتنق صفي الجد شاه اسماعيل الصفوي، مش جده الكبير اللي هو صفي الدين الاردبيلي، ده كان سني حنفي بالمناسبة ما كانش شيعي، اللي هو الجد الاعلى ليه من منطقة تبريز في أذربيجان الإيرانية، دول أتراك. أحد أحفاده كان اعتنق التشيع، وبالتالي تسرب التشيع إلى باقي الأحفاد بما فيهم الشاه إسماعيل الصفوي اللي هو قدر إن هو يؤسس هذه الدولة وقدر يوحد إيران. إيران كانت متفتتة في عصر الإقطاع المتأخر إنجاز يعني لأن أستخدم هذا التعبير، إلى مجموعة من الإمارات بعد سقوط الإمبراطورية التيمورية وسقوط دولتي الشاه البيضاء والسوداء، دي أسماء دول حكمت إيران في الفترة دي منذ القرن الثامن الهجري. الصفويين قدروا طبعا يوحدوا إيران، وبالتالي بما أن الصفويين اعتنقوا المذهب الإمام الاثنى عشر فمن الطبيعي طبعا أن يكون في ازدهار كبير جدا للمدونات الشيعية، واللي هيصرف طبعا أبرزها كتاب ضخم 120 مجلد كتاب بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي في القرن الـ12 الهجري. استمر طبعا هذا الموضوع طول العصر الأفشاري اللي هو عقب العصر الصفوي في إيران، ثم العصر القاجاري، وبعدين دخلنا في العصر البهلوي اللي هو عصر الشاه الأب والابن، ثم بعد كده هنيجي لفترة الثورة الإسلامية طبعا اللي هي الشاه المذهب الشيعي الاثنى عشري الزخم الأكبر، باعتبار أن مجموعة الحوزة العلمية التي كان يقودها الإمام الخميني ورفاقه من المراجع الدينية ومن رجال الدين قدروا طبعا يعملوا ثورة إسلامية ويقيموا جمهورية إسلامية في إيران، وبالتالي أصبح لهذه الثورة امتداداتها وتأثيراتها، ومن ثم أيضا مع التقدم الهائل الذي حصل في وسائل التواصل الاجتماعي في 10 أو 20 سنة اللي فاتوا والفضائيات وما إلى ذلك، وجدنا طبعا هناك كثير من القنوات التي تنزع
منزعا شيعيا، مثلا قناة الكوثر، قناة العترة، قناة آل البيت إلى آخره. ومن ثم بدأنا الناس يعني المهتمة وبالتابع بدأت يعني تشوف موضوع الشيعة، بدأنا نتعرف على الشيعة أكتر بعيد عن الأطر السائدة وبعيد كمان عن الأفكار المسبقة الموجودة. كل محطة من دول هحاول بقدر الإمكان أني أقف عندها ببعض التفاصيل وإحنا بنستعرض الموضوع. الحاجة الثالثة أني عشان أتكلم عن تدوين الحديث عند الشيعة الإمامية لازم بشكل سريع هاخد كده أمر سريع على تدوين الحديث في السردية السنية. الخط العام في السردية السنية أن النبي نهى عن تدوين الحديث، وبالتالي هذا النهي أدى إلى تأخر تدوين الحديث وفق السردية السنية إلى القرن الثاني الهجري، الربع الأول من القرن الثاني الهجري. وفي الحقيقة في رأيين، في رأي شايف إن سنة 101 هجرية، السنة اللي مات فيها الخليفة عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز بن مروان، واعتبار أن عمر هو صاحب القرار الأشهر في أمر ولاة الأمصار في العالم الإسلامي أنهم يقوموا بتدوين الحديث حتى لا يتم نسيانه أو حتى لا يتم ضياعه. لكن الرأي الثاني شايف أن الظروف، لأن عمر حكم 3 سنين إلا يعني مش 3 سنين كاملين، في الفترة من 99 ل101 هجري، شايفين أن الظروف لم تسعف عمر بن عبد العزيز، فبالتالي لم يستطع عمر أن ينفذ هذا القرار، فمن ثم تأخر تنفيذ هذا القرار إلى سنة 124 هجرية، وبالتحديد في خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان. ويعتبر محمد بن شهاب الزهري هو يعني بيعتبروه في السردية السنية من بداية أو من أوائل الذين دونوا الحديث، والاستمر لحد ما يجي طبعا القرن الثالث. في يعني أخريات القرن الثاني الإمام مالك بيدون الموطأ، وفي القرن الثالث بيدون أحمد بن حنبل المسند. بالتالي الموطأ والمسند هم طبعا إيه أقدم من الناحية التاريخية بعد كده من المدونات التي تجي بعد كده اللي هم الصحيحان البخاري ومسلم، ثم كتب السنة الأربعة أبو داود وابن ماجة والترمذي، أبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي، السنن الأربعة زائد الصحيحين، يطلق عليهم في السردية السنية كتب الصحاح الست. بعد كده طبعا استمرت ظهرت بقى مدونات تانية في القرن الخامس، نلاقي المستدرك على الصحيحين للحاكم، وظهر طبعا كتب المساند أو المسانيد المشهورة أبو داود الطيلسي وغيرهم وكده. طبعا حصل تضخم في المدونة السنية، هذا التضخم لفت نظر باحث حصيف دكتور جورج طرابيشي، فجعله يكتب كتابا كاملا أو دراسة كاملة تقارب 600 صفحة أو يزيد، اللي هي من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث. طيب ما الداعي، أو يعني كان السؤال الذي طرح أو طرحه طرابيشي من خلال دراسته القيمة تلك، ولماذا تضخمت المدونة السنية؟ وهنا ده بقى رجعنا للجزء المنهجي اللي أنا اتكلمت فيه في الأول، الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أثرت في تدوين الحديث. لأنه يبدو ويعني وهذا يعني هذا الكلام محايد من كتب من المصادر التراثيه المفترض ان احنا ايه بنعتمد عليها، سواء المصادر التراثيه السنيه او الشيعيه، يبدو ان البعد السياسي كان له الدور الاكبر في عمليه منع تدوين الحديث او تدوين الحديث. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه ان هناك تم انتقاء لبعض المرويات وتم نفي لبعض المرويات الاخرى. سنجد اختلاف مثلا مرويات السنة في بعض الأشياء ومرويات الشيعة في أشياء أخرى، وهناك مشتركات بين الاثنين. يعني أذكر على سبيل المثال حتى لا يكون الكلام نظر، هناك حديث هو حديث شهير عند الشيعة وهو أيضا شهير عند السنة ولكن بلفظ مختلف. الحديث اللي هو بيقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به
لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي. عند السنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لاحظ اللفظين هنا. الحديثين وردوا في الصحاح، يعني سيبنا من الحديث السني خلاص، ده ما فيهوش إشكالية، هو حديث مشهور جدا ويعني غالبا كلنا حافظينه من صغيرنا لكبرنا. الحديث الثاني أيضا صحيح، يعني في كتب عند السنة يعني هي قالت بصحة هذا الحديث، بالتالي أن الإمام النسائي صنف رسالة صغيرة اللي هي في مناقب الإمام علي، ووضع هذا الحديث ضمن المناقب بتاعة الإمام علي في مصر. ولذلك كان هذا أحد الأسباب أن الإمام النسائي اتهم من بعض الإخوان المتشددين شوية، اتهم بأنه هواء شيعي أو هواء علوي بعض الشيعة. لكن الحديث على ما أتذكر يعني ذكر أحمد في المسند، ويعني ورجاله يعني كما يقولون في التخريج ورجاله رجال الصحيح، يعني ما فيش ليس هناك غبار على إسناده. وغالبا البخاري يعني ذكر بألفاظ مختلفة بروايات مختلفة، فده برضو بيخلينا هنا لازمة المثال بيخلينا هنا نقف قدام هذه الإشكالية، فبنعرف هنا الدور بقى السياسي في الانتقام. برضو حديث تاني اللي هو حديث غدير خم الشهير، والسردية السنية تعترف بصحته، أن الرسول عندما كان عائدا من حجة الوداع يعني أمر بإيقاف القافلة، قافلة الرحلة يعني، وأخذ بيد الإمام علي تمام، وقال ما نصه اللهم ولي من ولاه وعاد من عداه واغضل من خذا، يعني في بداية الحديث أسف من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم ولي من ولاه وعاد من عداه واغضل من خذله وانصر من نصر. فيعني عمر بن الخطاب قال له بخن بخن يا أبا الحسن، لقد صرت ولي كل مؤمن ومؤمن. الشيعة بيحتجوا بالحديث ده، وبيستردوا الحديث ده في حتة ولاية الإمام علي، أو أن الإمام علي هو المفروض المنوط به الإمامة، أو هو الذي ورث الإمامة بعد انتهاء النبوة وبعد وفاة النبي. لكن السنة بيقولوا أن الموالاة هنا موالاة إيه؟ موالاة هنا بمعناها بمعنى الحب، مش بالمعنى السياسي اللي بيقصدوه الشيعة مثلا. دي إشكالية من ضمن إيه؟ إشكاليات. وهنا الله حسن الدور السياسي. طب الجزء الاجتماعي، لما بناخد الجزء الاجتماعي هنلاقي ان الامام علي وبالتالي كل سلاله ال البيت هي بتعبر عن احلام الناس الفقراء والضعفاء والمهمشين في المجتمع الاسلامي، لان المجتمع الاسلامي بدا من خلافه الخليفه الثالث عثمان بن عفان بدات تحصل فيه تغيرات شديده جدا على المستوى الاجتماعي. يعني أصبحت يعني في مثلا في طريقة توزيع الثروة أيام أبو بكر وعمر كانت توزع الثروة بأسبقية الإسلام، يعني من أسلم أولا، يعني مثلا محمد أسلم في الأول بعده أحمد مثلا آخر حد في القائمة مثلا، كان بيوزع على هذا الأساس. وأيضا ما كانش فيه يعني لم يطلق خاصة في خلافة الخليفة الثاني عمر، لم يترك عمر يعني الباب مفتوحا كده لكبار الصحابة انهم يروحوا للأمصار الإسلامية او يسافروا للأمصار الإسلامية، فبالتالي يحصل نوع من التجارة ونوع من يعني نسميه بلغة العصر البيزنس يعني. فهو حتى كان بيصادر يعني عمر صادر ثروات بعض الولاة بتوعه، لانهم من اين لك هذا، يعني اللي هو بيسميه بلغة العصر إثراء بلا سبب، كما فعل مع أبي هريرة عندما كان وليا على البحرين، وفعل مع عمرو بن العاص عندما كان وليا على مصر، اللي هو بيسموه نظام المقاسمة اللي اتبع عمر مع بعض الولاة. لكن في عصر عثمان طبعا ترك الحبل على الغرب، فأصبح في المجتمع اللي هو كان يعني إلى حد ما في شيء من الأفقية، في شيء من المساواتية، أصبح مجتمع هنا رأس. ده طبعا قلب بعض الناس وخاصة المسلمين من غير العرب اللي هم معروفين بطبقة الموالي، يعني الفرس وغيرهم. ومن ثم هؤلاء لم يجدوا تعبيرا عنهم إلا في الإمام علي وأولاده وأحفاده. ده الجزء المرتبط بالوضع الاجتماعي. الجزء الاقتصادي طبعا ليه علاقة بإثقال كاهل الناس بالضرائب، خاصة ضريبة الخراج.
وايضا حتى المفترض ان ضريبه الجزيه التي تسقط باعتناق الاسلام استمر فرض الجزيه حتى على من اسلم. وده طبعا ادت بعد كده ان هشام بن عبد الملك حاول يعمل اصلاحات، عمر بن عبد العزيز حاول يعمل اصلاحات طبعا وانتهت بوفاته 101 هجريه. هشام بن عبد الملك حاول يعمل اصلاحات لكنه فشل، الى ان ياتي طبعا عصر هارون الرشيد وبيطلب من القاضي ابو يوسف يعقوب ان هو يعمل اصلاح اقتصادي واصلاح مالي للدوله. طبعا ابو يعقوب من خلاله صنف كتابه الشهير او مدونته الشهيره المعروفه بالخرائط. بكل هذه الاوضاع واحنا بنتعامل مع الشيعة بشكل خاص، تمام، بحكم انهم موضوع النهارده، وبنتعامل مع فكره التدوين بشكل عام عشان الحساسيه الشديده بين علم الحديث والتغيرات السياسيه ناخد بالنا منها واحنا ايه بنتكلم. طيب السؤال بيقفز الى الذهن هنا، ولماذا ظهرت مدرسة أهل الحديث؟ يعني ما البواعث، وهنا أتكلم مدرسة أهل الحديث من منظور السردية السنية، لماذا ظهرت مدرسة أهل الحديث؟ أحيانا في آراء شايفة يعني مثلا زي الباحث اللبناني المفكر اللبناني المعروف الشهيد حسين مروة في كتابه الشهير النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، شايف أنه ظهور مدرسة الحديث كان رد فعل على مدرسة الرأي في العراق. يعني العراق جغرافيا باعتبار انه هو عنده عمق حضاري وبلد زراعي وما الى ذلك كان يميل دائما الى التمرد. ده برضه بيفسر في جزء منه ان كل حركات التمرد والثورة جاية من العراق. ولذلك حتى يعني علمائنا التراثيين خاصة علماء البلدان وعلماء التاريخ اعتبروا ان العراق هو مصدر الفتن كل حاجه. عنده رصيد حضاري، فبالتالي هذا الرصيد الحضاري ساعد ان يكون هناك في اجتهاد، في راي شخصي للفقيه او راي شخصي للعالم يقوله اذا لم يجد نصا صريحا في القران يجيب عن اسئله المتسائلين في حلقته الدراسيه. طبعا كان من اشهر دول طبعا الامام الاعظم ابو حنيفه النعمان باعتباره هو الزعيم الاكبر لهذه المدرسه. وطبعا مدرسه ابو حنيفه يعني دخلت في مواجهات اخرى. في المقابل رد الفعل طبعا ظهرت مدرسه الحديث او مدرسه النقل في المدينه، هي تبلورت طبعا على يد الامام مالك ابن انس. في جزء طبعا من تيار اهل الحديث بمرور الزمن خاصه في الحقبات المتاخره من تاريخ الثقافة الإسلامية والعربية، هذه المدرسة جزء منها تطرف في رؤيته للحديث، وده اللي خلى رجعنا تاني لكتاب جورج طرابيشي من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث. خلى جزء منه تطرف من أهل الحديث إنه يعتبر الحديث ناسخ للقرآن. طبعا فكرة قاسية جدا أن تكون السنة ناسخة للقرآن. فعندما نتأمل هذا التيار سنجد هذا التيار أولا مرتبط بظهور الإقطاع في العصر الإسلامي. طبعا الإقطاع ظهر من فترة مبكرة من أيام خلافة عثمان بن عفان، لأن هو حسب نص البلادوري في فتوح البلدان كان عثمان أول من أقطع العراق كاملا للحشية أو للأتباع أو للأقارب. أقطع العراق يعني جعلها إقطاعا، يعني يجي مثلا استاذ محمد تمام خد يا عم العراق ده انت هتحكم العراق ده، والريع بتاع الارض والبتاع ده انت ايه هتبعت له منه جزء لخزينه المدينه او ماليه المدينه الماليه المركزيه، وانت بقى ايه عيش مع الجزء ايه الباقي بتاعك هتوزعه ايه على احبابك. كان من هنا بذره. لكن حق طبعا في العصر الاموي طبعا الموضوع زاد اكتر، ان الامويين بقى يا اسره واحده، فبداوا ايه يقطعوا بقى أقاربهم، الخلفاء يقطعوا أقاربهم وأبنائهم وأحفادهم وعساكرهم وجنودهم إلى آخره بأماكن واسعة من العالم الإسلامي. في ناس طبعا اشتغلت على هذه النقطة كثير في رسالة علمية، يعني أذكر رسالة ماجستير في كلية آداب قسم التاريخ الإسلامي في الجزائر، بس مش متذكر اسم المؤلف، كانت بتتكلم عن الأوضاع الزراعية أو أوضاع الملكية الزراعية في العصر الأموي. عشان نعرف بس مدى
الموضوع متشابك ازاي ومعقد ازاي. في الجزئية الثانية بقى ان التيار بتاع اهل الحديث اللي هو ظهر هو بيعبر ايديولوجيا ان اي يعني اي حكم مثلا او اي دولة بيبقى ليها حد بيعمل لها الدعاية بتاعتها. يعني زي مثلا ما نشوف دلوقتي مثلا ان قنوات معينة مثلا بتدعم مثلا السعودية وخط السعودية وموقف السعودية، وقنوات مثلا بتدعم خط ايران وموقف ايران. ايضا كان في العصر ده طبعا ما كانش فيه فضائيات وانترنت، لكن كان فيه ايه؟ كان فيه العلماء والفقهاء والشعراء والكتاب اللي هم بيشتغلوا في ديوان الانشاء او الرسائل. فكان اهل الحديث طبعا هم لانه جزء منهم من يعني يملكون بعض الضياء، لما نمسك نحللهم اجتماعيا جزء منهم يمتلك بعض الضياء وجزء منهم يعمل بالتجاره، فمن ثم هواه طبعا يكون مع السلطه. مش كده وبس، الاخطر من هذا ايضا ان هم عشان عندهم مشكله مع الراي، فبالتالي العقل عند مدرسه اهل الحديث او المدرسه الاثريه لا قيمه له. يعني عندما يتعارض نص مع العقل هو ياخذ بالنص ولا ياخذ بالعقل، ده طبعا بخلاف فرق اسلاميه تانية. طبعا دي هتعمل بعد كده يعني او ستنتج في مراحل متاخره من التاريخ الاسلامي طبعا ما يسمى بالجذر اللي هي التيار السلفي اللي هي هينبت بعد كده منه الوهابيه وتنبت منه هذه التيارات اللي كلكم عارفينها. ومن ثم يعتبر يعني هنا لو خدنا بأحمد أمين مثلا في الفجر وظهر الإسلام كان تعرض لنقطة تدوين الحديث، فيعني نستطيع أن نقول أن هذا التيار يمثل أهل الحديث السردية السنية يمثل انتكاسة للفكر الإسلامي في مقابل المعتزلة، وهو التيار طبعا اللي انتصر في الآخر وفرض سطوته وبعد كده أصبح يعني زي ما بيقول الدكتور هشام غصيب الفيلسوف المفكر الأردني المعروف اللي هو اختيال الله في اختيال العقل العربي والإسلامي، وبالتالي هنا تسيد اللا عقل. ده طبعا كان بسبب هذه المدرسة، وهذه المدرسة زي ما قلت من شوية هي لم تنشأ من فراغ، هي نشأت نتيجة الظروف والأوضاع التي مر بها العالم الإسلامي. زي برضو ما اشرت ان طبعا في تضخم حصل في المدونه، هذا التضخم ملفت للنظر، ويبدو ان هذا التضخم تسبب في ظهور نقد بعد كده، هو نقد متاخر بدا مثلا من ابو الفرج بن الجوزي عندما صنف في الموضوعات، وبدا من عند في عنده السيوطي مثلا في اللآلئ المصنوعه على احاديث الموضوع، لان اصبح فيه يعني اي حد بقى بيجي يقول لك انا حدثني فلان عن فلان ان فلان حدثه عن كذا عن كذا عن التابعي عن الصحابي عن النبي ان النبي قال كذا. اصبح في ازمه كبيره في وضع الحديث، وحتى يعني هذا الوضع بعد كده اللي هيؤدي الى ان لازم يبقى في معايير اتعامل بها مع الرواه، ما يسمونها بمعايير الجرح والتعديل. طيب يا ترى الضفه الاخرى اللي هي الاساس او اللب بتاع موضوعنا النهارده الشحكان كان عامل ازاي؟ هنشوف الاول. طيب بعض الافكار وبعض المعتقدات الدارجه عند كثير من الناس، وللاسف ان الناس دول مثقفين والمفروض ان هم على قدر واسع من الاطلاع، لكن هم بيرددوا اقوال ساذجه جدا. يعني يقول لك مثلا ان الشيعه ما بيعتبروش بحاجه اسمها سنه ولا حديث. يا عم مين قال لك؟ جبت الكلام ده منين؟ يقول لك الشيعه ما بيعترفوش الا بعلي والخلافه، ويقول لك علي هو النبي. طبعا الكلام ده ايه؟ ليس صحيح طبعا. طبعا في للاسف قنوات كثيره ومشايخ وحتى يعني الناس الواحد يرضى انهم يقعوا في مثل هذه الاخطاء. يحتل الحديث والسنه عند الشيعه مكانه كبيره، المكانة الثانية بعد القرآن، لا تقل أهمية عند السنة. وبالتالي ده يفسر زي ما السنة اهتموا بتدوين الحديث
وجمعوا واهتموا بعلم الرجال في الجرح والتعديل، واهتموا بعلم الحديث درايه، واهتموا بعلم الحديث روايه، واهتموا بناسخ الحديث ومنسوخه، ايضا سنجد ذلك في المدونه الشيعيه، ولكن كل اهتم بطريقته. فبالتالي ان الحديث عند الشيعة هو جزء لا يتجزأ من بنية الدين الإسلامي. يعني ما ينفعش الشيعي ياخد بس القرآن، رغم ان في قرآنيين شيعة بالمناسبة، ممكن لو في هيبقى في مساحة من الوقت كده ايه هلمس عليهم على السريع في اخر المحاضرة، لكن الحديث بالنسبة لهم هو مصدر مهم جدا، والمصدر الثاني اللي باعتبار ان الوظيفة التي يقوم بها الحديث عند السنة يقوم بها عند الشيعة، اللي هو بيفصل المجمل في القرآن، لأن القرآن ما في حاجات ما اداناش فيها تفاصيل، زي مثلا هو القرآن قرر إن فيه أو فرض إن فيه صلاة، لكن ما قاليش الصلاة الصلوات دي أوقاتها وكيفيتها، لكن عرفناها منين؟ عرفناها من خلال السنة، هم الشيعة برضو عرفوا الموضوع ده منين؟ من خلال السنة. بس يعرفوها إزاي بقى؟ هو ده اللي إحنا إيه؟ اللي إحنا بنبحث عليه أو بنبحث فيه. لكن ما يفرق الشيعة عن السنة في حتة الحديث ان السنة كما قلت في البداية، يعني لو تتذكروا ما قلته، ان السنة يرون في قطاع عريض منهم الا يعني بعض الاسماء وبعض يعني الاقليات داخل السنة، ان الحديث دون في فترة متأخرة لاعتبار ان كان هناك نهي عن التدوين، وهذا النهي عن التدوين استمدوه من حديث رواه مسلم الحديث برقم 2289 في الجزء الثاني، ورواه أحمد بن حنبل في المسند في الجزء الثالث 21 صفحة 21. الحديث بيقول عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحو. طيب الحديث ده فيه إشكالية كبيرة حتى عند في المدونة السنية أيضا، في كلام كتير عليه. يعني على سبيل المثال مثلا الدكتور مصطفى الأعظمي، الدكتور مصطفى الأعظمي واحد من العلماء الحديث الأجلاء يعني المحدثين، يعني ليه كتاب اسمه دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، بيقول إن الحديث مرفوع. يعني إيه الحديث مرفوع؟ يعني اللي روى الحديث رفعوا للنبي مباشرة. يعني اقول مثلا ايه، انا مش هقول الاسناد، هقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، واروح ذاكر الحديث ده بيسموه الحديث المرفوع. وقال ان اللي رفعه حد من التابعين اسمه همام بن يحيى، والخطيب البغدادي في تدريب الراوي على ما اعتقد كان علق على الحديث. فبالتالي هنا في عله بالنسبة لهذا الحديث، وهذه العلة هي التي يستند إليها الشيعة في نفي السردية السنية التي تقول بالنهي عن الكتاب. العلة الثانية في الحديث أن الحديث روي بألفاظ مختلفة ولكنها تؤدي نفس الغرض. إيه نفس الغرض؟ هو النهي عن التدوين والنهي عن الكتاب. ولكن رأي العلماء تمام، ومنهم حتى ابن الصلاح في المقدمة، ابن الصلاح معروف يعني من علماء الحديث المتشددين شوية أو المتطرفين، هو من علماء القرن السابع الهجري في المقدمة، شايف إن يعني إن هذا الحديث لا، رغم إنه هو مروي من خلال أبي سعيد الخدري، لكن لا نستطيع أن نعتمد عليه في نهي الرسول عن الكتاب. ودي برضو علة تانية اعتمد عليها الشيعة في نسبهم أو في ضربهم للسردية السنية. في طبعا أحاديث أخرى بتنهى عن الكتابة ولكنها أحاديث ضعيفة، فبالتالي يبقى كده إيه الموضوع هنا إيه يعتبر خلص. طيب زي ما قال صديقنا هادي في المقدمة في البداية، هو بيقدم الموضوع أن في أحاديث تتكلم عن التدوين، زي إيه مثلا؟ في حديث، الحديث ذكره محمد الرامة هرمزي، ده أعتقد من علماء القرن الرابع، في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. الحديث بيقول: قام صلوات الله عليه وسلم بعد فتح مكة في الناس خطيبا، يعني الرسول بعد الفتح خطب في الناس، فقام رجل من اليمن يكنى بأبي شات،
بقى حد ايه حد من اليمن، وقال اكتب لي ذلك، يعني ابي شات بيخاطب النبي بيقول له اكتب لي ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم اكتبه لابي شات. هذه اول دليل. برضه هنا الحديث زي ما قلت ذكره رمه رموز ايضا، واعتقد ان هو ورد برضه في مسند الامام احمد ايضا. هذه مصادر، هنا مصادر سنيه وليست مصادر شيعيه. ايضا هذا الحديث يحتج به الشيعة ان التدوين تم في حياه الرسول وفي عهد الرسول. وفي طبعا احاديث اخرى في صحابه تانيين اصلا رووا احاديث زي عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابه ان الرسول كان يحض على التدوين وكان يحض على الكتابه، باعتبار ان الكتابه والتدوين بتحافظ على الاقوال وبتحافظ على الافعال وبتحافظ على التقرير بتاع الرسول، اللي هي الافعال بتاعته اللي هو طبعا ايه القول والفعل والتقرير اللي هو ايه التعريف المعروف للسنه النبويه. طيب احنا نرجح ماذا؟ يعني هل الرسول امر بالتدوين ولا نهى عن التدوين؟ في حقيقه الامر يعني انا ده رايي الشخص، يعني ان الرسول امر بالتدوين وحض على التدوين، لان النهي عن التدوين ده هيرجعنا تاني برضه للخلفيات السياسيه، يبدو ان كان في غرض سياسي ده. لان زي ما احنا عارفين منذ اجتماع السقيف وحتى كربلاء وما بعد كربلاء الاوضاع السياسيه كانت متوتره جدا، وبالتالي الامويين استغلوا هذه الفرصه وبداوا يعملوا دعايه معينه ليهم ولدولتهم ولسلالتهم، ومن ثم تم استخدام عدد من الصحابه المشاهير في روايه الحديث وعلى راسهم ابو هريره عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. طبعا كلنا طبعا عارفين ان ابو هريره من اصول يمنيه. ابو هريره يحتل رقم 1 لو عملنا احصائيات لرواه الحديث، هنلاقي ان ابو هريره رقم 1 من حيث الروايه. غريب ان في اسئله بتثار حوالين روايه ابو هريره، يعني ابو هريره على ما اتذكر انه هاجر للمدينه في السنه الثامنه او التاسعه الهجريه، يعني هو بعد صلح الحديبيه، الحديبيه كان 6 هجريه، وهاجر غالبا يوم 8 او 9 هجريه. يعني قعد مع الرسول فتره بسيطه جدا. طيب السؤال هنا بيطرح نفسه سؤال عقلاني مش هدفه يعني التجريح في حد او كذا. هل الفتره اللي قعدها ابو هريره مع النبي اللي هي كانت سنه او سنتين او حتى 3 سنين كافيه ان هو يروي هذا العدد من الاحاديث؟ علامه استفهام. وفي المقابل ان الامام علي اللي هو لازم الرسول حتى من قبل المبعث النبوي، لانه علي هو ربيب النبي محمد حتى بحكم ما جاء في السيره النبويه وجاء في سردات السيره النبويه، ربيب النبي محمد من قبل البعث وكان واثق لي، والنبي في الهجره اخى بين المهاجرين والانصار، فلم يبقى الا علي فاخى بينه وبين علي. فهل يعقل ان الامام علي اللي هو كان ملتصق بالنبي وفي نفس الوقت زوج وابنته انه لا يذكر له الا بضعه احاديث تعد على اصابع اليد الواحده؟ يعني غالبا البخاري مش فاكر وراه مش عارف حديثين او 3 للامام علي، ومسلم يمكن مسلم اكتر شويه، يمكن شويه اللي رواه اكتر للامام علي الامام النسائي، بالتالي النسائي زي ما قلت ان هو ايه صنف المناقب بتاع الامام علي. الحاجه الثانيه، طيب في فجوه برضو في الرسول لما كان على فراش الموت وطلب دواء وطلب اقلام ان هو يريد ان يكتب شيئا او يريد ان يوصي الشيء، فقال احد كبار الصحابه هو عمر بن الخطاب يعني انه لا يهجر، يعني الراجل في نزع الاخير، ف بتاعنا يعني حاشا طبعا الكلام ده انه بيخرف. الرسول سمع الكلمه دي طبعا وطرد كل الناس اللي كانوا موجودين. فالسؤال هنا، الفجوه هنا، السؤال ماذا كان يريد الرسول ان يكتب او ماذا كان يريد الرسول ان يوصف؟ هنا طبعا برضو علامه استفهام تانية. ومن ثم ايضا برضو في هذه الجزئيه وبرضو مرتبطه بمرض الرسول ان هو كان سير
جيش أسامة بن زيد أمره بالمسير إلى الشام، وأمر كبار الصحابة أنهم يكونوا معاه، وولى قيادة الجيش لأسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان غض صغير، يعني أسامة بن زيد كان لما يبلغ يمكن 18 سنة وهو خلاقة. طب هو كان إيه هدف النبي من الموضوع؟ السردية الشيعية بقى بتجاوب على الأسئلة دي بصراحة، الجواب على الأسئلة دي بتقول، وطبعا العهد عليهم مش علي، بتقول إن الرسول كان يريد أن يهيئ الأوضاع لتولي علي، فإنسان ما كان يريد أن يوصل لعلي بالخلافة، وبيستند على حديث الغدير اللي أنا قلته من شوية، من كنت مولاه فعلي مولاه، وبيستند أيضا على أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني هو يعتبر وزير، وبيستند إنه بعد جيش أسامة وودى فيه كبار الصحابة وكبار الفتى حتى يستطيع أن يخفي يخلي الجو بالنسبة إيه بالنسبة للصحابة. طيب تدوين الحديث بقى عند الشيعة بشكل سريع، أنا عندي في صحيفة النبي كان مبكر، طبعا في صحيفة الإمام علي بعد كده، بعد كده عندي الصحيفة السجادية بتاع الإمام السجاد، في طبعا حاجة بيسموها الأصول الأربعمائة عند الشيعة، الأصول الأربعمائة المقصود ب 400 حديث بيمثلوا أصل، إن كل راوي من رواة الأصول الأربعمائة دول عنده مصنف، وما بيفرقوا طبعا ما بين الأصل والكتاب، بيعتبروا إن الأصل أعلى مرتبة من الكتاب. من هنا بعد كده ده هيخلينا هياخدنا بسرعة للقرن الرابع الهجري، وهيخلي تظهر بقى التصانيف الشيعية الحديثية اللي هم الأربع مصادر الأساسية عند الشيعة. المصدر الأول الكتاب بتاع من لا يحضره الفقيه بتاع الطوسي، بتاع الدبابويه القمي، العلماء القرن الرابع، يعني القمي توفي 300 حاجة و40 أو حاجة و50 هجرية، والكتابين بتوع الطوسي الاستبصار، والكتاب الثاني الأخبار. في طبعا الكتاب الرابع مش أنا هتذكر اسمه حالا دلوقتي، هم دول أربع مصادر دول الكافي بتاع محمد بن يعقوب الكليني، توفي 328 أو 29 هجري، الكافي في الأصول والفروع. دي المدونات الأربعة الحديثية عند الشيعة اللي هم إيه الأصل اللي خدت الكتب اللي خدت من الأصول الأربعمائة، من 400 حديث الأصل. بعدين هنلاقي في القرن الحادي عشر الهجري مصنف الضخم بتاع محمد باقر المجلسي اللي هو بحار الأنوار، ده 120 مجلد من القطع الكبير، كتاب ضخم جدا، يعني أقل مجلد بيبقى 200-300 صفحة. الحديث الشيعة عندهم كتب رجالية، عندهم كتب رجالية بتبحث في علم الرجال، هم عندهم من أبرز الكتب الرجالية اللي عندهم رجال النجاشي، رجال ابن الغضائري، رجال الكشي، رجال الطوسي. في عصور متأخرة عندنا موسوعة أعيان الشيعة بتاعت محسن الأمين، وعندنا قاموس الرجال بتاع الخوئي، وعندنا قاموس الرجال أيضا بتاع التستوري، ده يعني في العقود والقرون اللي هي إيه القريبة مننا، يعني مش بعيدة في القرن العشرين وكده. طبعا كتب الرجال هم عندهم نفس المعايير بتاعت الجرح والتعديل الموجود. طب هما طريقة الإسناد إزاي؟ هو بيسند بيذكر الإسناد عن إيه؟ ثم الإمام ثم النبي، طريقتهم في الإسناد. في طبعا بيبقى رواة مشتركين من الاثنين، يعني على سبيل المثال الطبري مثلا روى للوط بن يحيى ابن إبراهيم الملقب أو المكنى بأبي مخنف 512 رواية في تاريخ الطبري، ولوط طبعا علماء السنة علماء الحديث السنة مجرحين باعتبار ان هو شيعي، لكن رغم كده ان الطبري يعني احنا مكناش هنعرف اخبار، لانه مكناش هنعرف اخبار السقيفة واخبار الجمل وصفين وكربلاء الا من خلال روايات ابي مخنف، وابي مخنف اصلا يعتبر كمان من السابقين في تدوين التاريخ، يعني هو لانه طبعا هو اقدم من الطبري، يعني ابي مخنف عاش غالبا في القرن الثاني الهجري، فبالتالي هو ايه أقدم شوية، فعنده مخنف عمل كتاب عن صفين وعمل كتاب عن الجمل وعمل كتاب عن التحكيم، عمل كذا كتاب، لكن الطبري احتفظ لنا بجزء كبير من الروايات في 512 رواية اللي حطهم الطبري في تاريخ الرسل
والملوك. في نقد للمتون عند الشيعة، في نقد للمتون عند الشيعة. متون الحديث المقصود بها مكة، الحديث نفسه مكة. طبعا نقد المتون ده اتبلور من خلال خمس مدارس ألمس عليهم سريعا، منهم طبعا مدرسة القرآنيين الشيعيين، منهم مدرسة القرآنيين الشيعية، ودي أصلا ليها اتجاهين. في اتجاه بيعتبروه معتدل، ده اللي بيمثله السيد محمد الطبطبائي. الطبطبائي طبعا يعني عالم مهم، اعتقد انه مات في سنه 1081. هو طبعا ليه تفسير مهم جدا، هو تفسير الميزان، اشهر التفاسير الشيعيه الحديثه بعد التفسير الكلاسيكي بتاع مجمع البيان للطبرسي. وفي المستوى الثاني من المدرسه، هي مدرسه بيعتبروها ايه؟ بيعتبروها متطرفه شويه، لان هي طبعا هي بتتعامل بتنفي تماما السرديه الحديثيه تماما. هي يعني نقدر تقول تشبه نسبيا طبعا المدرسه، مدرسه القرآنيين السنيه طبعا احمد صبحي منصور ورفاقه في مصر. في طبعا في مستوى تاني مثلا من النقد المتني مثلا اللي عمله السيد محمد حسين فضل الله ومحمد مهدي شمس الدين، ودي من المراجع الشيعيه الكبيره في لبنان، دول بالمناسبه الاباء الروحيين لمنظمة حزب الله اللبنانية اللي انشقت من 1980. محمد حسين فضل الله مثلا هو كان يعمل العقل أكثر ويرفض أحاديث الأحاد، وكان حتى ليه مقولة شهيرة، يعني كان في حوار ليه مع مجلة النهج السوري، وهي بالمناسبة مجلة يسارية بس عملت معها حوار، يعني كان بيقول، كان بيسأله يعني اللي بيعمل معاه الحوار، يعني إذا تعرض العقل والنقل هنعمل إيه يا فضيلة الشيخ؟ قال له العقل يحكم على النقل اذا كان النقل مخالفا للعقل. بصراحه يعني راجل في منتهى الروقان ومنتهى الجمال يعني. فهم دول طبعا في نقد المعاصر، طبعا يمكن بعضكم يعني كان بيشوف مثلا قناه الكوثر او مثل هذه القنوات، كان بيشوف المحاضرات بتاعه الدكتور او الشيخ كمال الحيدري. الشيخ كمال الحيدري طبعا كان ليه انتقادات حاده جدا، لدرجه الانتقادات دي تسببت ان هو يقال طبعا بعد كده هو في نفي من مكتب السيد الحيدري ووضع تحت الاقامه الجبريه. النقد كان موجه لبحار الانوار للمجلسي، وقال انه 60% من بحار الانوار للمجلسي هنعمل عليها اكس. ونقده ايضا وجه للمصادر الاربعه الاولى اللي كانت في القرن الرابع الهجري على راسها الكافي بتاع الكوليني، وقال ان تلت الكوليني او تلتين الكوليني برضه ايه احاديث ضعيفه وموضوعه بالتالي لا يرتد بيه. يعني الشيعه في الحته دي هم يعني اكثر تحررا شويه او اكثر تفتحا شويه من السنه، رغم طبعا ان السنه في نقد المتن الحديثي اسبق من الشيعه. يعني لما انا اتكلمت في البدايه اتكلمت مثلا عن ابو الفرج بن الجوزي لما صنف في الموضوعات، هو تصنيف بهذا الشكل هو نقد المدونه الحديثيه، وبعدين جلال الدين السيوطي. في العصر الحديث طبعا السلسله الصحيحه والسلسله الضعيفه بتاعت الامام الالباني برضه تعتبر في اطار نقد متون الاحاديث، يعني يجي الامام الالباني صحح احاديث ضعيفه في نفس الوقت يضعف احاديث قويه. لكن مشكله علم الجرح والتعديل في المدونتين هنا وهنا ان هو علم شكلي، يعني انت بتجرح وتعدل حسب ذائقتك الشخصيه من الشخص، يعني فلان صدوق او فلان لا يعتد به او فلان جيد الحفظ او فلان كذا. المساله هنا ما فيش هنا طريقه موضوعيه للموضوع. الشيعه بيحاولوا يبذلوا مجهود في ده، يعني بحكم ان انا اطلاعي في جامعه المصطفى العالميه اللي هي في طهران، دي يعني جامعه للدراسات الاسلاميه، بداوا يدرسوا او يدخلوا في متون الدراسات الدينيه نظريات جديده مستمده من الادبيات الغربيه، يعني هم بيدرسوا مثلا نظريه الهرمنيوطيقه اللي هي نظريه التلقي او علم الهرمنيوطيقه او علم التاويل، اسف علم التاويل، بيدرسوه عشان يستفيدوا منه في دراستهم لبنيه القران ويستفيدوا منه في دراستهم لبنيه الحديث. ايضا بيدرسوا علم الاسلوب، وبيحاولوا يستخدموا طبعا المناهج النقديه الحديثه اللي استخدمت في اوروبا، بيحاولوا يطبقوها على الحديث وبيحاولوا يطبقوها على تفسير القران، فهم الى حد ما
بيحاولوا يعني ايه يعملوا يعني شيء من اعاده النظر او اعاده التغيير. ويمكن ده اللي بيخلي يعني ان لا يستبعد انه يطلع من السرديه الشيعيه حركه اصلاح ديني تعيد يعني تعيد الاسلام يعني بشكل افضل، وتنسف يعني هذه الطبعه المتطرفه السائده من الاسلام اللي هي شوهت الاسلام اصلا وجعلته في مرمى الهجوم من الغرب ومن الناس يعني اللي عندهم مشاكل مع الاسلام. انا يعني مضطر ان انا اتفق بهذا الحديث رغم انه لم اعطي الموضوع حقه جيدا، لكن في المداخلات اكيد ممكن يبقى وضع افضل. شكرا. شكرا لممدوح، ويعني انا لو تسمحوا لي المنصه تبدا بالتعقيب يعني على الطرح اللي طرح. في الحقيقه ممدوح انا كان ليا محاضره هنا منذ وقت قريب كانت بعنوان مقاربه بين منهج هيجل ورؤيه نيتشه فيما يتعلق بنشوء السنه والشيعه، واتكلمت في هذه المحاضره عن فكره انه ظهور النموذج السني كان يستدعي بالضروره ظهور نموذج معارض ليه اللي هو النموذج الشيعي، وان المساله ليست متعلقه لا ببنيه النص ولا ببنيه العقيده قد ما هي متعلقه ب يعني لو قدرنا نقول كده بقوانين هذا الكون والسنن الكونيه، انه كان بالضروره لابد ان يحدث ده. يعني حابب انه يعني احيل ده لما نتحدث عنه النهارده فيما يتعلق بوجود احنا امام مدونه سنيه عن الرسول وامام مدونه اخرى شيعيه ناقله ايضا عن الرسول. ف يعني كان يفترض الحقيقه انا يمكن ربما يكون كلامي ده نقد لما قلت، بس يعني ممكن نكون بنقوم بهذا الامر يعني انا لا اخجل منه. تمام. كان ينبغي بما انه النص القراني دون بشكل يعني كان هناك اتفاق شامل عليه من كل الفرق الاسلاميه انه اذا ارادت الشيعه ان تنتج يعني نصوص دينيه معارضه لمنظومه الحكم القائمه، ودعونا نتفق انه في هذا التوقيت لم يكن بقدره اي طائفه انها تتبنى موقفا معارضا من غير سند ديني، والا لم تكن اساسا ان يعني هيكون عندها المقدره انها تجد شرعيه لدى الاتباع، هي كان لابد ان تكون مؤيده من نص ديني، سواء نص سني او نص قراني ايا ما يكن. فكان ينبغي على الطائفه الشيعيه ان تكون مدوناتها هي الاكبر، لانه هي اللي المفترض تستدعي روايات تحقق رؤيتها فيما يتعلق باحقيتها في الحكم حسب ما تقول. لكن الحقيقه انه هذا الامر اختلف، وكانت المدونه السنيه هي المدونه الاكبر. فده سؤال انا بتوقف عنه وبطرحه. في خطب الجمعه وخطب الاعياد في حياه الرسول اكيد دي كان بيقولها الرسول، والمفروض ان دي خطب توجيهيه. الم يكن من الاولى ان الاحاديث سواء في المدونه السنيه او في المدونه الشيعيه انها تذكرها لنا؟ يعني انا ما بشوفش ده. يعني هو حضرتك في السرد اللي انت عملت فيه مقارنه بين السنه والشيعه في السرد في السرديه المحمديه وقفت انا عند سؤال جدلي، وهو فكره نسخ احد الاحاديث للنصوص المقدسه او النصوص الوحي. وهنا السؤال كيفيه ازاي او منهجيه ازاي ان انا اخد راي منقول وان كان حتى 99% صادق في ان يلغي نص مقدس. بشكرك. بالنسبه لحكمنا على الحديث وانه في حاجتين بنحكم بيهم على صحه الحديث، السند والمتن. السند ده احنا ما بنملكش فيه شيء لان ده مرويات اللي هي العنعنه. اما المتن فنستطيع ان نحكم. بالنسبة لنص الحديث اللي حضرتك قلته اللي هو تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، هنا لحد هنا المتن صح. في رواية الشيعة عترتي وفي رواية السنة سنتي، هنا الزيادة، هنا المتن باظ بقى، هنا المتن اللغوي فسد
ليه؟ لأن الضمير في به يعود على شيء واحد مفرد، يبقى هو القرآن الكريم. لكن لما أضافوا عترتي أو سنتي بقى الأمر مش واحد، بقى الأمر اثنين. يبقى كان الأولى المتن يصح لغويا بالقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما. هنا برضه هيبقى غلط. ليه؟ لأن احنا جعلنا السنة هي القرآن، هي القرآن شيء واحد. واو العطف دي بتفيد المشاركة، يعني شيء واحد، وهذا أمر لا نقبله ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. إن السنة دي أمر دنيوي يعني. ودي اللي أدت إلى إن ظهرت نقطة إضعاف الحديث بعملية النسخ، اللي هو نسخ إن الحديث ينسخ القرآن، وطبعاً ده شيء مرفوض تماماً. بالنسبة للصلوات وطريقة الصلاة وعرفناها عن طريق السنة، لا، أنا برضو هنا عايز أفرق بين حاجة، عايز أفرق بين السنة المكتوبة والسنة المتواترة. هي دي السنة المتواترة بقى اللي هي الصلاة، شفنا الرسول بيصلي كده فصلينا زي، يعني مش استنينا البخاري أو مسلم هو اللي يقول لنا بعد قرنين من الزمان الظهر 4 ركعات. فدي في السنة. حضرتك قلت في بداية الكلام إن التشيع بدأ من سقيفة بني ساعدة. لا، أنا أرى أن الإسلام السياسي هو اللي بدأ من سقيفة بني ساعدة. وعلى هذا المبدأ اللي بدأ في سقيفة بني ساعدة، كل ما أتى بعد ذلك في عصر الدولة الأموية والعباسية اللي هو الإسلام السياسي والقتل والأحزاب ظهر نتيجة هذا الاجتماع. جميلة ومتصفة جدا. إنما أنا لي أسئلة، يعني يمكن هي بديهية مش تفصيلية. يعني علماء التاريخ أو المؤرخين لما جم عرفوا التاريخ، يعني قالوا بداية التاريخ هو من بداية الكتابة، ويعني التراث المصري القديم بدأ من حوالي 3300 سنة قبل الميلاد، وكذلك برضو كان معاه ما بين النهرين، واختلفوا بقى مين اللي بدأ الأول، يعني عملية خلافية. إنما اجتمعوا في الآخر على أن بداية التاريخ هو من 3300 قبل الميلاد تقريبا. فتقريبا احنا بنتكلم على عملية التدوين لأحاديث النبي بهذا التعريف، يعني احنا بنتكلم على عصر ما قبل التاريخ. حتى عصر ما قبل التاريخ في الحضارات المعروفة، يعني بيقولوا حتى ان كان هنا في شعوب عايشة في المنطقة ديت، معروفة من الأدوات اللي تركوها ومن الآنية اللي تركوها وهكذا، زي مثلا شعوب نقادة وخلاف يعني. طيب نيجي بقى لسؤالتين. طبعا هما بياخدونا في دوكة، يعني يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بنهي كتابة الحديث يعني. طيب السؤال الثاني، طب قولوا لنا حاجة كانت مدونة من هذا التاريخ. هل في حاجة مدونة في أي علم من العلوم؟ يعني في المعاملات التجارية مثلا، هل سابوا أي حاجة مكتوبة؟ في الفيزياء، في الكيمياء، في البنى، في أي حاجة، في الشعر، في أي حاجة، هل سابوا أي حاجة مكتوبة؟ طيب يعني زي ما فيش أحاديث ما فيش برضو أي حاجة مكتوبة في أي حتة تانية. نيجي بقى، طب نقول طب الحاجة المكتوبة هتكتب بأني خط؟ يعني حتى لو في حاجة مكتوبة، يعني في عندي شمال الجزيرة العربية، لو بنتكلم على الخط العربي فنبتدي بالخط النبطي، لو بجنوب الجزيرة العربية بنتكلم على الخط المسند، فالناس اللي كانت عايشة في المنطقة دي هتكتب بأني خط؟ بعدين لما نيجي نشوف، طيب هي يعني أقدم الأشياء اللي موجودة، يعني هل هي وثيقة كده في 20 هجرية تكلم على دين ما بين واحد عايش في سيناء، مكتوبة حتى بنصين، مرة بالقبطي ومرة بالعربي، وكان بالخط، وكان النص العربي رقيق للغاية، يعني رقيق لأشد المدى. يعني كل دي أسئلة محتاجة تتجاوب.
يعني ما مدى مصداقية يعني لا ما تكتبوش عني الحديث؟ طب هو ما كتبش حاجة تانية حتى غير الحديث. بشكر الأستاذ ممدوح على المحاضرة القيامة السرية ديت. أحاول ألخص يعني أسئلتي. هو حضرتك كنت قلت بخصوص السنة الاتجاه السني اللي هو أن ممكن الحديث بينسخ القرآن، فوصفت أن دي كارثة. طيب بخصوص مثلا مسألة زواج المتعة اللي هي حسب ما أنا فاهم زواج المتعة ده هو زواج المحدد المدة يعني، فهو في نص في القرآن بيبيح هذا النوع من الزواج، والسنة بيقولوا أنه تم إبطال هذا النص بواسطة حديث يعني. فالشيعة طبعا لسه النظام ده موجود عندهم، فهل ومنتقد من ناس كتير أنه لسه موجود عندهم زواج المتعة يعني، هل في الشيعة في عندهم حاجة زي كده برضو ولا دوت خاص بالسنة بس؟ وهل ممكن يتسق التشريع الإسلامي إذا ما كانش في المدونة الحديث الشيعية والمدونة السنية؟ هل في أي دراسة حديثة كشفت يعني مدى التطابق ما بين المدونتين يعني كام في المية؟ ثالث سؤال بخصوص احنا المناهج الجرح والتعديل، هل في المناهج الأدبية الحديثة أو يعني العلوم الحديثة الإنسانية الحديثة منهج أفرزت منهج أكثر كفاءة وأكثر قوة لعملية فرز الأحاديث وبيان مدى صحتها من مدى ضعفها، ولا لسه ما زلنا واقفين عند المناهج اللي هي التراثية وحتى العلوم الحديثة ما أفرزتش حاجة تقدر تساعدنا أكتر لعملية الفرز؟ بشكل سريع أوجز المداخلات طبعا، هي كل سؤال مثير أو كل نقطة مثيرة طبعا يعني تحتاج. بالنسبة مثلا لهادف الأول خالص، هو بيسأل عن ليه المدونة الشيعية أقل مثلا في حديثا من المدونة السنية. قلت الأمر هي الإجابة بسيطة. معروف طبعا أن الأقلية بتعيش في حالات من القمع والتنكيل، وبالتالي ده بيؤثر على إنتاجها الفكر والمعرفة. والأمر الآخر أن الأقلية بتكون إمكانياتها المادية أصلا بتكون ضعيفة، فمن ثم طبيعي أن هتكون إمكانياتها المعرفية والثقافية بتكون على قدها. أن في فترة من الفترات بالفعل كان يعني أي حد ينتمي للطائفة الشيعية في العصر العباسي وفي العصر السلجوقي العصور المتأخرة كان بيتم التنكيل به، علماء كثير كانوا يقتلون، فبالتالي كانت هنا المدونات أقل. بالتالي حتى هنا لسه في غموض أيضا يكتنف الموضوع، يعني احنا ما بدأناش نكتشف أو نتحسس هذه المسائل إلا من فترات قريبة جدا لما بدأ يبقى فيه يعني إيه شوية أو مساحة من الانفتاح. فبالتأكيد طبعا الأغلبية هنا يعني هم بقى المسيطرين بقى سياسيا واقتصاديا وبالتالي ثقافيا، فبالتالي هتكون النظام المعرفي بتاعهم هيكون أكبر وأكثر اتساعا. بالنسبة للباشمهندس خطب الرسول لم تدور، طبعا هي برضو حتى في إشكالية مش بس في خطب النبي في عدم تدوينها، إشكالية نفسها حتى في الأحاديث اللي هي منصوبة للنبي سواء من هنا أو من هنا. هل هو فعلا النبي قال كل هذه الأحاديث؟ طب إذا كان قالها كلها، هو ما نقل إلينا نقل باللفظ يعني كما قالها ولا نقل بالمعنى؟ هنا بقى في اختلافات كثيرة جدا. أقول لك مثلا مسند أحمد بن حنبل مش عارف حوى ما يقارب 100,000 حديث أو حاجة زي كده أو أقل، مش فاكر الرقم تحديدا، بس هو رقم ضخم جدا يعني. لا ده غير بقى حاجات تانية، مش عارف البخاري فيه كذا. فبالتالي في حاجات كتيره، لان هي برضو دي هيدخلنا في اشكاليه اعاده كتابه السيره النبويه، لان حتى اللي وصلنا من السيره النبويه وصلنا برضو شذرات، واحنا ما نعرفش كتير عن النبي. خلينا نتكلم بشكل صريح، لا نعرف كثيرا عن النبي وحياته الا من خلال مروياته. برضو المرويات نفسها في مشكله، يعني مثلا الهجره الى الحبشه دي عليها كلام كتير، هل فعلا كان في هجره للحبشه ولا لا؟ ما كانش في هجره للحبشه على سبيل المثال. فطبعا انت عندك حق في اشكاليه ان في حاجات كثيره الرسول الدوليش. حتى وانا بحضر الموضوع في الحديث بتاع ابي شات اللي انا ذكرته، لما ابي شات قال له اكتب لي، فقال له اكتبه لابي شات، حتى الراوي عامل نقطه، طب والرسول كان بيقول ايه في الخطبه دي؟ حتى انا برضه استوقفتني الرسول كان بيقول ايه في الخطبه دي، ما اعرفش يعني ما اعرفش مضمون الخطبه كان اصلا بيدور حوالين ايه.
الاستاذ كوستا بيسال او بيتكلم حوالين نسخ الحديث من القران، نسخ الحديث من القران وما الى ذلك. للاسف الشديد ان زي ما قلت في البدايه ان في فترات التاخر والانحدار اللي مر بها العالم الاسلامي ظهر تيار متطرف جوه اهل الحديث السني، وتحديدا يعني اللي هم بيسموهم الحشويه، وده طبعا منهم بالمناسبه ابن تيميه والتيار بتاعهم لما تتلمس عليه ابن القيم والغيره. دول كانوا وصلوا لمرحله ان الحديث قبل، يعني ممكن حتى الحديث يكون قبل القران، وبالتالي هنا جت فكره النسخ. ليه بقى؟ لان هم حتى فكره النسخ في القران نفسها برضه هي فكره فيها فجوات كتير. يعني هم في ايتين صراح في القران، تمام؟ ايه البقره ما ننسخ من ايه او ننسها، وفي قراءة أو ننسئها، ننسئها يعني نأجل الحكم بها، نأتي بخير منها أو مثلها. وآية النحل وما نبدل آية، وما نبدل آية مكان آية، يعني إلى آخر الآية، مش حافظها وإذا بدلنا آية مكان آية الآية. لكن في ناس تانية أذكر إن في عالم مهم جدا اسمه ضايع من دماغي عمل كتاب لا نسخ في القرآن، القرآن مفهوش النسخ ولا منسوخ. برضو إحنا لسه برضو قدام إشكاليات كبيرة. طيب ليه؟ وده مثلا هياخدني لاخر مداخله اللي هي مداخله شادي تحديدا، اللي هو دور العلوم الجديده. للاسف طبعا ان الحاجات دي في العقليه العربيه الاسلاميه تعتبر من التابوهات، انك انت تقرب منها. يعني بس مجرد ان الناس مثلا بدات تتكلم عن في مشاكل في صحيح البخاري، انتوا عارفين القيامه قامت ولم تقعد حتى الان. وبالتالي لما هنتكلم بقى في عمق الموضوع نفسه، طبعا بيعرض البحث او بيعرض المفكر لاشكاليات كبيره. وده برضه هيخليني ارجع تاني عشان اربط الاثنين ببعض، اللي الكلام شادي حوالين العلوم الجديده. يعني مثلا احنا محتاجين ان احنا نتوسل بالعلوم الجديده في معاملتنا للنصوص المقدسه، زي الانثروبولوجي مثلا. يمكن تونس سبقانا شويه مثلا في حته القران، في يوسف الصديق عامل انثروبولوجيا القران، يعني بيسلط هذا العلم، هو علم الانسان ومنهجه، على دراسه القران. فبالتالي ان انا بعرف البيئه والظروف اللي مثلا خلت القران مثلا ان للذكر لحد الانثيين، يبقى في هنا عله منطقيه او عله عقلانيه تقبل في القرن الحادي والعشرين. لكن مثلا في مصر مثلا تحديدا هنا احنا متاخرين جدا في ده. ولما مثلا واحد زي ناصر احمد ابو زيد الله يرحمه حاول ان هو يبدا يفتح مجال لده، طبعا كلنا عارفين ما تعرض ليه الدكتور ناصر احمد ابو زيد. الاستاذ خالد جعفر بيتكلم عن السند والمتن، هو اعتقد ان هو مشي صح اخي، يعني هتغاضى برضه على الحته دي لان هو مش موجود. الاستاذ احمد طبعا، دكتور احمد طبعا، انت حضرتك عندك حق فيما طرحته، انا مش مختلف معاه في فكره التفريق ما بين المرحله الشفهيه في المرحله الكتابيه. فعلا احنا ما عندناش وثائق حقيقيه يعني ملموسه نملكها في ايدينا، ووثائق اثريه حوالين تاريخ الفتره دي. فانا زي ما قلت من شويه ان التاريخ بتاعها تاريخ غامض، احنا بناخده عن طريق الاخباريين. ولكن ابن النديم في القرن الرابع الهجري عمل كتاب اسمه الفهرست. والفهرست ده كتاب مهم جدا، اهميته في ايه؟ ان هو حافظ لنا على حاجات هي اندثرت بعوامل كتير. منها مثلا العامل الطبيعي، يعني لو في مخطوط عندي مثلا بمرور الزمن بيحصل له نوع من التآكل، ده عامل طبيعي. في عوامل اخرى، ان في ثلاث مكتبات عظماء في العالم الاسلامي تم ابادتهم. مكتبة القاهرة في عصر صلاح الدين الأيوبي اللي هي دار الحكمة في القاهرة، وبيت الحكمة في بغداد اللي أنشأها الخليفة المأمون ودمرت في عصر هولاكو مع الاجتياح التتري، والمكتبة الثالثة في مدينة ألاموت عاصمة الدولة الجزائرية أو الدولة الإسماعيلية ودولة الحشاشين في إيران، كانت مكتبة ضخمة برضه دمرها المغول. فالمكتبات دي كانت أعتقد إنها كانت تحوي على حاجات للأسف ضاعت منك. يعني على سبيل أقول لك على سبيل المثال، فين كتاب مخاريق الأنبياء بتاع أبو بكر الرازي؟ مش موجود. لكن وصلنا من كتاب مخاريق الانبياء وكتب ابن الرواندي، وهم يعني بيسموهم زعماء التزندق في الاسلام وزعماء الزنادقه في الاسلام، وصلنا منه شذرات تم الاحتفاظ بها من الروايات الشفهيه اللي هي بتتقال. ان انا مثلا بقعد مع حضرتك واقول لك هادي قال لي كذا وكذا وكذا، تمام، وكتبنا حاجه، فالحاجه دي بمرور الزمن ضاعت، بس فضلت ايه؟ الروايه الشفهيه. فجاء حد بعد 200 300 الف سنه دونها.
بس طبعا المشكلة في الرواية الشفهية ان زاوية نظر حضرتك غير زاوية نظري، غير زاوية نظر الأستاذ هادي، غير زاوية نظر الأستاذ أحمد، فدي طبعا إشكالية. بس أنا عندي مناهج جديدة حاليا تخليني أستطيع ان انا اعمل عملية تفكيك وتحليل للنص، فبالتالي يمكن، وانا هنا يعني نتواضع قليلا، نصل الى ما يشبه الحقيقة، ولا اقول الحقيقة بشكل كامل. طبعا ملاحظة حضرتك مهمة جدا وفي محلها. الجزئية طبعا السياسية لعبة دور، زي ما انا قلت في البداية، بداية التدوين كان حد بيتكلم على حديث العترة، تقريبا المقصود هذا اللي مش هتكلم عنه، حديث العترة وحديث السنة. زي ما قلت ان الحديثين او الحديث الثاني بتاع العترة تحديدا هو اللي يهمنا، لانه الناس بتعترض عليه كتير. هو حديث صحيح، السنة بيقول عليه صحيح، مش انا اللي بقول عليه صحيح، علماء السنة الكبار بيقول عليه صحيح ودون في كتاباته. كل بقى مش عارف الباء والهاء، طبعا دي ايه اشكالية تانية، يعني مش معنيين بها قوي، لكن هو في النهاية ان في حكم على هذا الحديث وفق تقاليدهم وفق طرقهم في الحكم على متن الحديث انه هذا الحديث صحيح. فبالتالي انا ليه مثلا، فهنا بقى الجزء الايديولوجي والسياسي، ان الناس مش عارفة تستوعب الفكرة، مش عارفة تهضم الموضوع، وبالتالي الموضوع بالنسبة لها مش مريح. هرجع تاني لشادي في حتة برضو بقى الحديث بتاعة النسخ القرآن، زواج المتعة أنا اتكلمت عنها. زواج المتعة فعلا لازال موجود عند الشيعة. في مقابل تاني في حاجة عند السلفين، زواج المسيار، وغالبا ما بيختلفش كتير عن زواج المتعة إلا كده في بعض الرتوش البسيط، لكن هو بيؤدي نفس الغرض. ليه بقى في جزء، هم ده طبعا رأي الشيعة مش رأيي، هم بيقولوا ان ده في جزء سياسي، لان هم شايفين ان الفترة بتاعت ابو بكر وعمر كان فيها تضييق شديد على الناس اللي هم يعني عندهم هوى مع علي بن ابي طالب، فبالتالي كان موقف عمر من زواج المتعة هو موقف سلبي، لان هو عمر هو اللي لغى الموضوع. وطبعا هو عمر عمل حاجات كتيرة جدا هي محتاجة دراسة، يعني مثلا حاجة اصلا يعني كمان مرتبطة ان فيها نص صريح زي الغاء سهم المؤلفة قلوبهم، سهم المؤلفة قلوبهم نص صريح، اية التوبة، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وابن السبيل وابناء، طبعا ذكر المؤلفة قلوبهم ان هم ايه الناس اللي لسه يعني اسلموا بشكل جديد فعايزين ايه يكتذبوهم اكتر. عمر لا يعني. طب هل معنى كده، انا برضه بيطرح علينا سؤال في العصر الحديث، هل احنا المجتهدين في العصر الحديث نقدر نعمل حاجه زي كده ولا لا؟ بس طبعا ده هيدخلنا في عش الدبابير زي ما حصل مع محمود محمد طه في السودان، واتعدم في سنه 85 بسبب لما عمل الرساله الثانيه. محمود محمد طه وصل لدرجه من الجرأه والاراء، يعني لو قلت لحضراتكم يعني انتم كنتوا تصدقوا، يعني مثلا محمود محمد طه قال لك ان الصلاه دي فرضها وقت، وهي الصلاه ركن من اركان الاسلام بنص الحديث المشهور المتفق عليه بني الاسلام على خمس، وبنص القران واقم الصلاه وكذا. محمود هذا قال لك الصلاة فرضت بشكل مؤقت وبظروف مؤقتة. ليه يا عم محمد؟ قال لك بس هي بتدخل المسلم من إطار الإسلام إلى إطار الإيمان، يعني بتدخلك من إطار الشكل اللي انت بتعمل الشكل الديني لإطار الروحي. طبعا ضمن الحاجات اللي هو محمود محمد طه ساوى تماما في الميراث بين الذكر والأنثى، ان في نص صريح وللذكر مثل حظ الأنثيين، فهو اجتهد، ففي ناس اتهمته انه ده بيعمل دين جديد. فطبعا للاسف الشديد ان الناس بتخاف تخش المناطق دي، لكن في ناس بتحاول، يعني في محاولات في ايران بتتعمل في هذا الاطار، في محاولات في ماليزيا واندونيسيا، في حتى محاولات في تركيا، تمام، في محاولات في تونس، المغرب نسبيا، انما طبعا هنا في مصر يعني زي ما كلكم عارفين ان الوضع ايه صعب جدا. حتة بقى العلوم الحديثة ودراسة الحديث، احنا محتاجين زي ما قلت طبعا ان احنا عندنا زخم من المناهج الجديدة في مناهج اللسانيات ومناهج تأويل النصوص ومناهج تحليل الخطاب والانثروبولوجيا وحتى الجغرافيا الطبيعية والسياسية وعلم الاقتصاد والتاريخ بكل تطوراته، وعندي حاجات كتيرة. انا لو دخلت مسلح بهذه المناهج وتعاملت في علاقة جدلية مع النصوص، اعتقد ان احنا هنوصل لحاجات قيمة جدا. عن في محاولة مثلا زي محاولة
فاكر الطلوس المؤرخ الطلوس العظيم الدكتور هشام جعايد مثلا ده نحاول يد مثلا يدرس السيره النبويه دراسه انثروبولوجيه ويتكلم مثلا عن مثلا من ضمن حاجات اتكلم عنها الزواج في العصر الجاهلي وازاي الزواج اتطور في العصر الاسلامي وليه العصر الاسلامي خد مواقف من بعض انواع الزواج اللي كانت سيده في الجاهليه مثلا. دي دراسات بتساعد في هذا الاطار. اتمنى ان انا اكون يعني عرفت اغطي كل المداخلات وكل الاسئله اللي طرحت عليا. اشكركم والتقي بكم مره ثانيه واسف للاطاله. اتمنى ان اكون شكرا.